السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه مالك؟ بتدور على حد؟ مس قمر. مس قمر؟ ها، البيت ده الدور الثاني. تمام. بس قول لي، يعني أنت العربية دي بقالها 3 أشهر كده رايحة جاية، ولغاية دلوقتي ما حفظتش البيت؟ لا، ما هو مش أنا اللي كنت ببقى موجود، أنا أول يوم ليا على العربية دي. كان بيجي قبل كده واحد زميلي. وهي بقى بتعاملك كويس ولا؟ والله أنا لسه ما تعاملتش معاه لغاية دلوقتي، بس إحنا في الجراج كنا بنتخانق على مين يسوق لها. يا سلام. والله سبحان الله، الحمد لله، ربنا يهدلها نفسها. يا تامر تعال يا ابني، اطلع استعجل قمر بنت سكر، قول لها الراجل مستنيكي تحت. استنى يا عم، استنى استنى، استعجل ايه؟ انت هتودينا في داهية يا عم؟ اتكل على الله، روح يا عم تامر، انا هقعد استناها هنا وقت ما تنزل. تنزل. طب انزل اشرب الشاي معايا. ما هو ما ينفعش برضه والله، انا كان نفسي انزل معاك، بس هي لو نزلت وما لقيتنيش هتبقى مشكله، انت عارف، انا هقعد استناها في العربيه. ماشي يا حبيبي، ماشي. بعد اذنك. سلام عليكم. اتفضل. سبحان العاطي الوهاب. اللي جابك يا بت يا نرجس على الصبح كده؟ دي مقابلة قبليهاني برضك يا توحة؟ ده بدل ما تقولي لي صباح الفل يا نرجس، عامل لي كوباية شاي بحليب وبقسمطين يا نرجس. طب بس عشان ما بحبش أمور البرشطة بتاعتك دي. يا لهوي على البخل، كل ده عشان بقسمطين؟ طب خليها بقسمطة واحدة يا بت. بلاش خفة، بلاش علي، ومن الآخر كده عشان ما تقعديش تلفي وتدوري حواليا. مش هنركب العربية مع الست عمر. ليه بس يا توحة؟ يعني يرضيكي مرمط المواصلات كل يوم لحد اتوبيس المصنع ونركب فيه جنب زكية اللي ما استحمتش بقالها شهر؟ خليك حلوة بقى. صباح الخير يا أم. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الخير يا توح. صباح الخير يا نرجس. صباح الفل يا قمر. يلا يا توح قومي البسي بسرعة عشان عندي ميتنج مهم في المصنع. اللهم صل على النبي، ايه الجمال والشياكة والحلاوة دي كلها؟ ميرسي يا نرجس. يا قمر، بقولك ايه يا قمر؟ روحي انتي يا حبيبتي على شغلك، انا ونرجس هنركب عربية المصنع. ليه يا حبيبتي؟ ما العربية معانا تحت. يا ستي مش عايزة اركب معاكي. كيفي كده؟ الله، ليه القلبة اللي ملهاش لازمة دي؟ عاجبك كده يا نرجس؟ ده والله ما عاجبني. ما تخليكي في حالك. بقولك انت روحي على المينتنج بتاعك ده عشان ما تتاخريش، وانت عندك شغل مهم، واحنا يا ستي هننزل براحتنا. طيب زي ما تحبي، انا هنزل بسرعه وابعدي عليكي في المصنع. يا ريت ما تعديش وما تنزليش الخط تاني. ليه يا توح؟ انا عملت حاجه تزعلك؟ لا عملتي لي ولا عملتي لي، احنا اخوات. بس في الشغل يا ستي انت الرئيسه. بنتي يا قمر، تعالي بنت عايزاكي في كلمتين. ايوه يا ام انا جايه.